لكن دائما وابدا البدايه مع مقالي وما قالوا. توجب السلامه ان شاء الله. حاجه غريبه، منتخب بقاله فتره طويله جدا ما تجمعش، والكابتن حسام البدري ضحى بإقامة معسكر في أكثر من مرة علشان الدوري ينتظم والمسألة تكمل بإذن الله زي ما مشيت وزي ما اتحاد الكرة أراد لها. الأداء قدام توجو سيء جدا، الملاحظات كتيرة قوي، بس من إمتى في فريق في العالم بيلعب كل ماتشاته بشكل كويس كل ماتشاته؟ ومن إمتى في فريق في العالم ما بيتمرنش مع بعضه وعنده ضمانة إنه هيلعب بشكل كويس؟ في ملاحظات على الاختيارات، طبعا في ملاحظات، بس تبقى وجهات نظر. انا شايف انه كان ياخد سين وهو خد صاد، في النهايه كابتن حسام هو صاحب القرار. انما الظاهره السلبيه قوي اللي رجعنا فيها فتره طويله لورا الحقيقه، الخناقه اللونيه على المنتخب اللي بتشكك في كل حاجه، ودي مساله اتمنى ان احنا ننتبه ليها شويه، وبالذات الزملاء العقلاء في الوسط الرياضي، بالذات الوسط الإعلامي المؤثر. غير معقول بالمرة إن محمد هاني يصاب بجزع في الرباط الداخلي، فالطبيعي إنه ما يسافرش لأن المباراة 48 ساعة وهيلعب المباراة. دول خلصوا الماتش ورجعوا ناموا وصحوا وركبوا الطيارة، فاللي عنده برد مش هيخف، فما بالك بجزع في الرباط الداخلي. هاني بالمناسبة هيحتاج راحة حوالي اسبوع او 8 ايام ويرجع بعد كده يتمرن ان شاء الله يبقى كويس. بكره هيتعمل له اشعه جديده ان شاء الله تبين ان الجزع درجه بسيطه زي ما الدكتور محمد ابو العيله الطبيب المنتخب اكد واستبعده على هذا الاساس، يعني الراجل راجع النادي بتقرير طبي. عمرو السوليه ياخد انذار من الحكم اللي كان فعلا ظلمنا بشكل واضح جدا. الحكم لو عنده 60% عداله كان لينا ضربتين جزاء على الاقل يتحسبوا. لو كانوا اتحسبوا وكسبنا 3-0 مش 1-0 كان الكلام على الكابتن حسام البدري والجهاز واللعيبه هيتغير وهيختلف، لان احنا ناس بنتكلم عن النتيجه، احنا بنحلل وفقا للنتيجه مش وفقا للمعطيات ولا الظروف ابدا. عمرو السوليه ياخد انذار، تطلع اصوات تقول لا ده تعمد ياخد انذار عشان يريح عشان ماتش الزمالك عشان نهائي افريقيا. ونفس الناس اللي قالت عمرو السوليه بيريح هم اللي متخانقين وقايلين ليه طارق حامد ما لعبش. المنطق فين؟ حسام البدري صاحب قرار، يلعب اللي يلعبه ويضم اللي يضمه وياخد اللي يسيبه، هو صاحب القرار، لكن التشكيك في اي قرار ليه لا، دي بدايه مش ايجابيه. واتمنى على الكابتن حسام البدري والجهاز المعاون معاه لا يستمع ابدا الى اي ضغوط لونيه، بقول لكم حتى لو من قبل جماهير الاهلي، لو قالوا له لازم تاخد فلان من الاهلي وهو مش مقتنع ما ياخدهوش. تاخد فلان من الزمالك، تاخد فلان من بيراميدز، خلي يا كابتن حسام اختياراتك من دماغك انت ومن قناعاتك انت. لكن احنا هنفضل نضغط على الجهاز حسب الالوان وحسب الظروف، ده مش لصالح منتخب مصر. منتخب مصر هيلعب الثلاث بكره ان شاء الله في توجو مباراة العودة، ربنا سهل بإذن الله تعالى ويكسب وتوجو بالسلامة إن شاء الله.